أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم 7 على 7. بكم أحبانا المشاهدين يتجدد لقائنا معكم على شاشتكم قناة الفجيرة من مطلع الشمس، ونتمنى أن تسعدوا بصحبتنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، تعودنا أن نحتفل بأوائل الإمارات كأفراد وتعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها، ولكن هذا العام سيكون الاحتفال مختلف، خاصة طبعا بما أننا في عام زايد، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه لو كان بيننا. وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا: نحتفل هذا العام بأوائل الإمارات بشكل مختلف، لن نحتفل بشخصيات، سنحتفل بإنجازات، سنحتفل بمشاريع ستترك بصمتها في تاريخ الإمارات، مشاريع أقامتها دولتنا سيفرح بها زايد لو كان معنا، مشاريع ثقافية واجتماعية واقتصادية وعلمية وبنية تحتية ستترك أثرها في مسيرة بلدنا. وأضاف سموه: لدينا مشاريع كمتحف اللوفر وبرج خليفة ومترو دبي ومستشفى كليفلاند، ومشاريع كأمير شعراء وتحدي القراءة وشاعر المليون، مشاريع كجامعة خليفة والجامعة الأمريكية في الشارقة ومتحف الاتحاد ومسبار المريخ. ودعا سموه الجمهور إلى ترشيح الإنجازات قائلاً: سنفتح لشعبنا باب التصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يرون أنها أثرت في مسيرة دولتهم، مشاريع يرونها امتدادا لمسيرة زايد ووصايا زايد ورؤية زايد لمستقبل دولتنا. رشحوا المشاريع على وسم أوائل الإمارات لنكرم فرق العمل ونخلد جهودهم في صفحات تاريخنا. وقد تفاعل المغردون مع وسم أوائل الإمارات، وتصدر الوسم ترند الإمارات الأكثر تداولا في وقت قياسي، ويمكن للجميع ترشيح الإنجازات من خلال الموقع الإلكتروني الظاهر على الشاشة حتى طبعا تاريخ 18 نوفمبر لعام 2018، فيما ستفرز اللجنة طبعا القائمة على مبادرة أوائل الإمارات الأسماء والمشاركات، وتعد قوائم للتأكد منها ومطابقتها مع الجهات المعنية والمختصة وتصنيفها. مشاهدينا الكرام، مواضيعنا شيقة في هذه الحلقة وهادفة مثل ما عودناكم، وراح نبدأها بالحديث عن مبادرة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وبنتعرف على مجلس شرطة دبي للجامعات والكليات، وإطلاق مجلس سيدات أعمال عجمان مبادرة رفوف لسيدات الأعمال، واستعدادات الفجيرة لبطولة الزوارق السريعة للناشئين. ليس هذا فقط، فلدينا العديد من المواضيع والتقارير المتميزة من مختلف أنحاء الدولة. نستعرض معكم الآن مجموعة من أخبارنا المحلية التي أعدتها لنا الزميلة ليالي، وأكيد قبل أن نبدأ معها بنرحب فيها. حياك الله، مساء الخير. الله يحييك، مساء النور والسرور لك زميلي علي ولكل مشاهدي البرنامج الكرام. الله يحفظك يا رب. طبعا عندنا أخبار اليوم جميلة بإذن الله تعالى. بالتأكيد، قبل أن أبدأ بالجولة الإخبارية في البداية، اسمح لي علي أن أشير إلى أنه تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، نحن نترقب بين 14 و15 من نوفمبر الجاري هنا في إمارة الفجيرة فعاليات المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي، وهذا العام علي سوف يقام بإذن الله تعالى تحت شعار الزراعة الذكية خيار واعد للعالم العربي، وسوف آتي على ذكر تفاصيل أوفى خلال الجولة بإذن الله تعالى. نستمع أكيد للتفاصيل معك. بالتأكيد، شكرا لك. العفو.
مشاهدينا، كما ذكر زميلي علي في افتتاحيات الحلقة وضمن مبادرة أوائل الإمارات وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وعام زايد، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم جبير رعاه الله بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها المغفور له بإذن الله تعالى شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في مختلف المجالات، حيث جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم المشاريع الوطنية التي تعكس مسيرة زايد خلال حفل وطني، ما يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية، مشيرا سموه إلى أن الاحتفال هذا العام بأوائل الإمارات سيكون بشكل مختلف، لن نحتفل بشخصيات، سنحتفل بإنجازات، سنحتفل بمشاريع ستترك بصمتها في تاريخ الإمارات سيفرح بها زايد لو كان معنا. قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بجولة في مشروع البحر الترفيهي على كورنيش أبو ظبي، طلع خلالها على مرافقه وخدماته المتنوعة، وتعرف سموه على تجهيزات ومكونات المشروع الذي يضم مقاه ومتاجر عالمية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمراكز والمرافق العائلية والرياضية التي تدعم أسلوب الحياة الصحية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الجولة إن اهتمام أبو ظبي بالمشاريع السياحية والترفيهية يعد من أولوياتها لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة ودعم مستقبل هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن أبو ظبي تواصل ترسيخ حضورها القوي على صعيد صناعة السياحة الترفيهية لتصبح وجهة مفضلة ومقصدا عالميا، مؤكدا سمو النظرة الاستشرافية للحكومة من أجل تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي. تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله حفلة تخريج طلاب جامعة عجمان فرع الفجيرة دفعة عام زايد، وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الخريجين بانتهاء دراستهم الأكاديمية وبنيلهم شرف أن تحمل دفعتهم اسم عام زايد القائد الملهم الذي تمثل قيمه دستورا إنسانيا للمحبة والتسامح وبناء الأوطان والارتقاء بها، مشددا على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله ورعاه بضرورة دفع مسيرة التعليم ومواكبتها للتطورات العالمية في العلم والتكنولوجيا بما يضمن تخريج كوادر وطنية متميزة ومتفانية تملك الكفاءة والقدرة على القيام بدور الفاعل في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. على صعيد آخر، استقبل سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وفدا من فريق سواعد زايد التطوعي الذي قدم للسلام على سموه، وأعرب سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي عن سعادته بما يقوم به الفريق من مبادرات تطوعية من أجل الخدمة المجتمع الإماراتي، وسمع سموه إلى شرح من رئيس برنامج سواعد زايد التطوعي فاطمة الشهياري عن الفريق وعن كيفية تأسيسه، ودعا سموه أعضاء الفريق إلى الاستمرار في برنامج العمل التطوعي وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة التطوعية، مؤكدا سموه دعمه الكامل لبرنامج الفريق حتى يقوم بدوره على أكمل وجه. بحضور معالي وزير الثقافة الأذربيجاني أبو الفاس غارايف وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، شهدنا فعاليات مؤتمر باكو المسرحي الدولي الخامس الذي نظمته وزارة الثقافة وأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية والاتحاد الأذربيجاني لرجالات المسرح في العاصمة باكو، حيث عقد سعادة محمد سيف الأفخم على هامش المؤتمر اجتماعا مع معالي وزير الثقافة الأذربيجاني من
من أجل التباحث حول العديد من الأنشطة الثقافية والمسرحية وسبل التنسيق بين الجانبين من خلال توقيع اتفاقية تعاون ستكون لها ثمارها في المستقبل. وفي هذا السياق أكد سعادة الأفخم على أهمية الجهود التي تبذلها دولة أذربيجان في استضافة الفعاليات الثقافية والفنية الإقليمية والدولية عبر مؤتمر باكو الذي يساهم بدور فاعل في نشر ثقافة المسرح المتنوع واستعراض تجارب مختلف الدول من أجل تبادل الآراء حول مستقبل وآفاق المسرح. إذن تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه، يعقد المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي هنا في إمارة الفجيرة بين 14 و15 من نوفمبر الجاري، وذلك من تنظيم اتحاد الغرف العربية ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والاتحاد العربي للصناعات الغذائية بمشاركة الغرف العربية واتحاداتها والشركات العربية والدولية الرائدة في مجال الأمن الغذائي والمنظمات والاتحادات والمؤسسات التمويلية العربية والدولية المعنية. يهدف المؤتمر مشاهدينا إلى الاطلاع على الاستراتيجيات الوطنية للدول العربية في هذا المجال والتعرف على الفرص الجديدة واستنهاض طاقات القطاع الخاص من أجل تحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات استجابة إلى الاحتياجات العصرية. نهاية الجولة، استودعكم الله. شكرا جزيلا لك زميلتي ليالي على هذه الأخبار المنوعة. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم وإلى طبعا موضوعنا التالي. طبعا دائما تحرص الحكومة الرشيدة على توفير سبل الأمن والأمان لمواطني هذه الدولة والمقيمين على أرضها. واليوم نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ملتقى تطوير قدرات الأدلة الجنائية بحضور قائد عام شرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي. نشوف معكم هذا التقرير. هذا الملتقى يهدف إلى رفع كفاءة والفاعلية عند العاملين بمسرح الجريمة للحفاظ على مسرح الجريمة وحمايته ونقل المعرفة من الخبراء للعاملين في هذا الجهاز. هذا الجهاز مهم بكونه الدليل اللي من خلاله نحن نتوصل إلى مرتكبي الجرائم، ولن يتم ذلك إلا من خلال الحفاظ على مسرح الجريمة، وهذا الحفاظ لن يتم إلا عن طريق التوعية ورفع الثقافة، هذه الثقافة. هذا جهاز تم ابتكاره من قبل أحد الفاحصين من طريق الابتكارات المهمة، فكر فيه من خلال العمل اللي كان يقوم فيه باستمرار اللي هو الإظهار البصمة والصعوبات اللي كان يواجهها لعدم وجود الجهاز، ولكن بطريقته الخاصة قدم مقترح وعرض الآليات اللي ممكن يشتغل عليها، فالحمد لله دعمناه نحن وقام بإعداده وتركيبه والعمل به فيه حاليا ويعطي نتائج. حاليا قاعدين نفكر نحن نعطيه لشركة، الشركة هذه ممكن تصنع لنا بطريقة ممتازة، بس حاليا نحن في طور الملكية الفكرية اللي ناخذها ومن ثم نسلم الشركة للتصنيع والعمل به في المستقبل. الملتقى الحقيقة هي مبادرة رائعة من شرطة الفجيرة، لأن مسرح الجريمة من أهم الأشياء اللي بتكشف الحلول والأدلة اللي توصلنا للحل اللغز. احنا دايما نقول بأي جريمة عبارة عن زي البازل، بتحطي صورة جنب صورة لغاية ما يطلع الصورة كاملة. مسرح الجريمة هو الصندوق الأسود لكل جريمة، زي الطيارة لما بتطيح ما بيعرفوا سببها ايه إلا من الصندوق الأسود. مسرح الجريمة هو الصندوق الأسود، بناخد منه قطع، نقطة دم، بصمة أصبع،
أي حاجة مكسورة في الله، إن شاء الله قطعة زجاج، حتى لو قلنا عقب السيجار وعليه اللعاب يكون في حل. فأنا بناخد كل الأجزاء دي ونجمعها سوا. بالتأكيد بالنسبة للطب الشرعي طبعا أنه يقدر يعمل تعامله مع الجثمان إذا كان في وفاة في موضوع الحادث، التعامل وإزاي يقدر يعني زي ما بنقول يوثق الدليل. ودايما هنا بنقول دايما توثيق الدليل أحيانا يكون أهم من الدليل نفسه. توثيق الدليل يعني الحفاظ عليه، نقله بطريقة صحيحة، تحويله للمختص سواء خبراء الأسلحة، خبراء البصمات، خبراء الأنثروبولوجي أو علم الأجناس، أو الطبيب الشرعي طبعا لما بيكمل فحصه على الجثمان وهكذا. مشاهدينا الكرام، أطلقت شرطة دبي مجلس يتضمن أعضاء من جامعات وكليات مختلفة تحت مسمى مجلس شرطة دبي للكليات والجامعات، حيث تقوم كل جامعة مشاركة بالمجلس بإرسال عضو يمثلها ويقوم بنقل ما يجب نقله من فائدة أو توجيه إلى زملائه الطلبة في الجامعة. والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اسمحوا لنا بأن نرحب بالأستاذ صابر الرقيمي، عضو في مجلس شرطة دبي للكليات والجامعات. حياك الله أستاذ صابر. أهلا وسهلا فيك، أحييك وأمسي عليك وعلى أسادة المشاهدين. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك. يعني فعلا مثل هذا المجلس ربما يكون حديث وبادرة طيبة. في البداية حدثنا عن مجلس الجامعات وما هي الاستراتيجية التي تقوم عليه. طبعا مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات هو مجلس تم إنشاؤه وتأسيسه من قبل شرطة دبي، ليضاف بذلك إلى المجالس العديدة التي كانوا قد أنشأوها من قبل. وبذلك قامت شرطة دبي مؤخرا بإطلاق منصة إيفاد الذكية، وهي عبارة عن موقع يقوم هذا الموقع لديه ميزات متكاملة لجميع الدراسيين من جميع الفئات، ويشمل أيضا منصات مختلفة، بحيث أن كل مجلس من هذه المجالس لديه منصتها الخاصة فيه. ونحن كمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات نستخدم هذا المجلس لنستعرض من خلاله الرؤية والرسالة الخاصة في مجلسنا، وأيضا الاستراتيجية وخطط العمل والآليات والجدولة والأجندة. وبالتالي نضم كأعضاء، نقوم بضم الطلاب والسماح لهم بتسجيل دخولهم في هذا في هذه المنصة، لنضم أكبر عدد ممكن من طلبة الجامعات، أكبر شريحة ممكنة من الطلاب، ليكون موضوع الحوار يعم الفائدة لأكبر عدد ممكن. وأيضا احنا من خلال هذا المجلس وتأسيسه، من خلال إطلاق هذه المنصة، لمسنا كطلاب ان دور شرطة دبي لم يعد يقتصر فقط على الدور الأمني لبناء وتطوير المجتمع، بل وصل الى ما هو ابعد من ذلك، من خلال تطوير وبناء المجتمع فكريا. ونحن كشباب لدينا الثقة الكاملة لإثبات الذات وتحقيق المأمول والوصول الى البعيد من خلال هذا المجلس ان شاء الله. دوركم أستاذ صابر، ذكرت انك تستعرض او تذكرتم انكم تستعرضون رؤيتكم وأهدافكم، ما هي ورسالتكم أيضا، ما هي الرسالة التي عرضتموها ورؤيتكم التي يعني وضعتموها هناك، وأيضا الاستراتيجية التي يعني شاركتم بها؟ نعم، يهدف المجلس إلى صناعة منظومة مبتكرة للبحث والتطوير، وأيضا الاستثمار في طاقة الشباب، وكذلك إيجاد منصة أو خلق منصة للتواصل ما بين الطلاب في جامعة دبي من الجامعات والكليات في إمارة دبي مع القيادة العامة لشرطة دبي. وهذا التواصل سوف يكون له الكثير من المزايا، من ضمنها تبادل الآراء وأيضا تبادل المعارف والخبرات، وكذلك دراسة الاحتياجات التي يحتاجها الشباب وأيضا الطلاب من قبل شرطة دبي. وأيضا هناك جزئية هامة جدا، جزئية أخرى، أن هذا التواصل سوف يكون له أثر إيجابي على العمل الأمني وأيضا العمل الشرطي، من خلال البحوث، من خلال الدراسات
العلمية التي تساهم في مجال استشراق المستقبل وأيضا دعم الخبرات، والتي ستفيدنا جدا نحن الشباب من خلال إدراجنا في هذا المجال الكبير ودخولنا إليه من الباب الكبير. جميل جدا. يعني أنتم أيضا كشباب من الجامعات وكل فريق يعمل بهدف معين، وفي النهاية تصب الأهداف في أكيد هدف واحد. خبرنا عن دوركم أنتم ومشاركتكم. طبعا هناك دور وهناك الوظيفة، فنحن وظيفتنا كأعضاء في هذا المجلس تعتبر كنشاط اتصالي، نقوم بتفسير هذا المجلس للطلاب ونقوم بتفسير الطلاب لهذا المجلس أيضا. أما من ناحية الأدوار فأدوارنا خاصة وأن نحن طلاب قادمين من الجامعات، لدينا في الجامعة ذاتها مجلس لشؤون الطلاب، وهذا المجلس من أجل أن تصل إليه هناك معايير هامة. أولها حسن السيرة والسلوك، ثانيها المعدل التراكمي الأكاديمي يجب أن يكون عالي. ف عندما تأتي الشرطة دبي لطلب الجامعات بإرسال أعضاء، فإن الجامعة بالأول والأخير لديها طلاب مميزين يمثلوا مجلس الجامعة، وأيضا عندما تقوم بإرسال طالب إلى الشرطة فإنها ترسل أفضل الأفضل، وبالتالي إحنا التقينا كمجموعة من الطلاب متمرسين على روح العمل بروح الفريق، وأيضا متمرسين على حل القضايا ومناقشة القضايا المطروحة، ولكن بالأول والأخير هدفنا ووظيفتنا ودورنا يتمثل في الدور الاتصالي لضم باقي الطلاب إلى هذه المنصة وهذا المجلس. نعم، ما هي الأنشطة وأيضا البرامج التي قام بها المجلس منذ إنشائه؟ طبعا المجلس إنشائه كان في منذ أقل من 6 أشهر، وأطلق برعاية القائد العام لشرطة دبي سعادة اللواء عبد الله بن خليفة المري، ومنذ ذلك الحين حتى اللحظة طبعا لدينا اجتماعات أسبوعية كأعضاء المجلس، لدينا أيضا اجتماعات شهرية بالتالي، وقمنا بالعديد من الزيارات، العديد من المشاركات في المؤتمر، ما بين مشاركات داخلية وخارجية، من ضمن هذه المشاركة في ملتقى حصاد المعرفة، وأيضا قمنا بزيارة مركز شرطة دبي الذكي، وقمنا بزيارة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وتعرفنا على الدوائر من خلال الضباط، وأيضا حصلنا على معلومات أو على معرفة لم نكن لنحصل عليها لو لم نكن في هذا المجلس. بالإضافة إلى آخر زيارة كانت إلى ملتقى، آخر مشاركة كانت في الشارقة في مؤتمر الاستثمار في المستقبل، وكان لنا مشاركة خارجية في الأردن حول المؤتمر السابع للصيدلة. خبرنا أيضا عن هذا المؤتمر اللي شاركتم فيه في الخارج في الأردن، اللي هو المؤتمر الصيدلاني السابع لإقليم الشرق الأوسط بالأردن في شهر يوليو كان. نعم طبعا مشاركتنا كانت باسم دولة الإمارات، وكانت الدول المشاركة هناك قرابة 12 دولة. نعم. ومشاركة دولة الإمارات كانت تتجسد في وجود هؤلاء الأعضاء، وأيضا كان هناك استمر هذا المؤتمر لمدة 5 أيام. نعم. وكان هناك مناقشة لبعض الورشات العمل تم الاشتراك فيها، مثل ورشة عمل حول مكافحة المخدرات، وأيضا حول العمل لأدوية الجهاز العصبي. وبعد ذلك قام أعضاء المجلس بتعريف الزوار بعام القائد المؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان النهيان، وكذلك ثم التطرق إلى موضوع المجلس وأهدافه وسياسته. ومن هذا المنطلق نشكر شرطة دبي التي جعلتنا نتباهى في مجلس مثل هذا. نعم سيد صابر، يعني أنتم كطلاب تمثلون جامعاتكم، لو قارنا ما بين يعني قبل وبعد دخولكم لهذا المجلس والتعامل مع هذه الشريحة وأيضا شبكة العلاقات التي حصلتم عليها، كيف هي الاستفادة ويعني رجع الصدى؟ بكل تأكيد هناك عندما تشارك على مستوى الجامعة فإن الدور يكون قليل، وأيضا الدعم بالتالي قليل، ولكن عندما تكون على مستوى الجامعة ككل فمشاركتك الخارجية سوف تكسبك المزيد من الخبرة، المزيد من المعارف، خاصة في ظل مجلس تحت إدارة شرطة دبي، وشرطة دبي دائما أوضحت لنا من خلال القائد العام في الاجتماع الذي كان في يوم الافتتاح، أوضح لنا مدى اهتمام القيادة العامة في شرطة دبي في دعم هؤلاء الشباب وتطلعاتهم، ومن هذا المنطلق نحن لدينا الرغبة ولدينا الحافز أكبر من أي وقت مضى. جميل جدا. يعني أيضا لو نتحدث عن المجالات وتخصصات في جامعة أو كلية الدار الجامعية التي تخدم عمل المجلس الطلابي، ما هي؟ طبعا كلية الدار الجامعية لديها الأهداف والمفاهيم التي تتوافق مع أهداف المجلس ومفاهيمه، ومن خلال المساقات الدراسية والتخصصات فإن كلية الدار الجامعية
تحاكي سوق العمل، تحاكي الثورة الصناعية الرابعة، تحاكي استشراق المستقبل وأيضا دعم الابتكار، وأي جامعة لديها هذه الأهداف والمبادئ فإنها سوف توصلها إلى الطلاب من خلال مساقاتها التعليمية أو من خلال الأكاديميين الذين لديها. وبالتالي فإن هذه الإضافة سوف تؤثر على مسيرة الطالب، على طموحه، على حلمه من أجل الوصول إلى البعيد، وخاصة بأن الجامعات في هذه الأثناء بحسب رأيي الشخصي لم يعد هذا الدور السائد على كل الجامعات، أو على الأقل كما هو موجود في بعض الدول النامية الأخرى، ولكن وجود المجلس هذا سوف يكون سوف يدل أو يدفع عجلة هذا الدور في الجامعات الأخرى بطريقة غير مباشرة. نعم سيد صابر، أنتم كمشاركين ما هي تطلعاتكم لهذا المجلس؟ هذا المجلس نتطلع إلى الاستمرار أيضا في الوصول إلى السبق الفكري، أن وأيضا طرح الأفكار بحيث نوصل، أو أيضا المبادرات العالمية، وأيضا توطيد وتعزيز العلاقات بشكل أكبر ودورها ما بين الشرطة والجامعات. نعم شكرا لك الأستاذ صابر رقيمي، عضو في مجلس شرطة دبي للكليات والجامعات، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم، ولكن بنطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا. أهلا بكم من جديد. للتأكيد على مبدأ رد الجميل وطنيا واجتماعيا وضرورة التكاتف في سبيل إسعاد هذه الفئة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم الطيبة، خصصت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مكاتب لتقديم الخدمات لكبار المواطنين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة أمل الحساني، مسؤول الإعلام والنشر بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. حياك الله معنا. أهلا مرحبا. الله يحييك، يا مرحبا بك. بداية أستاذة أمل، نتحدث عن المكاتب المخصصة لكبار المواطنين. نعم، تم تخصيص مكاتب لخدمة كبار المواطنين بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم باعتبارهم الشريحة المهمة في المجتمع. نعم، وذلك تماشيا مع توجهات حكومتنا الرشيدة الله يحفظهم، اللي يولون الاهتمام الخاص بكبار المواطنين ويعملون على ضمان استخدامهم ضمن المنظومة المجتمعية اللي تراعي رغباتهم وكافة متطلباتهم. نعم، يعني نتحدث عن أهمية توفير مثل هذه المكاتب لكبار المواطنين، ما هي هذه الأهمية؟ طبعا هالمكاتب خصصت لتلبية مختلف احتياجات كبار المواطنين. نعم. نسعى من خلالها لتقديم خدمات نوعية مختلفة ومتميزة بنفس الوقت، تبسيط إجراءاتهم وتسريع معاملاتهم ووفق أعلى المعايير وأرقى المستويات إن شاء الله. وهذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية والمجتمعية لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. نعم. في خدمة كبار المواطنين من الأباء والأمهات وأيضا الأنساب، ونأكد على مبدأ رد الجميل وطنيا واجتماعيا لهذه الفئة. جميل جدا. سادة أمل، يعني ما هي آلية يعني استقبال كبار المواطنين، التعامل معهم وتقديم يعني الرفاهية ومن ناحية الخدمات التي ستقدمونها لهم؟ طبعا بلا شك راح يتم استقبالهم، هناك عندنا موظفين مختصين بالاهتمام بهذه الفئة الكبيرة في السن اللي هم كبار المواطنين حاليا، ويعني وفق أرقى المستويات والمعايير جاهزين لخدمتهم على أتم الاستعداد في كل المجالات، وبلا شك أن هذه الفئة تستحق كل اهتمام وتقدير. نعم، كلمة أخيرة السادة أمل حابة تخدمين فيها. طبعا نسعى دائما في الموارد الطبيعية على التفاعل مع مختلف المبادرات اللي تطلقها قيادتنا الرشيدة، وأحب أؤكد أن الاهتمام المستمر بمتطلبات كبار المواطنين هو واجب على الجميع، ليس فقط مجرد وظيفة نحن نأديها اليوم، ولكن هو واجب لرد الجميل لما بذلوه خلال تجربتهم الحياتية. أكيد. ولكل ما قدموه لنا ولهذا الوطن الغالي. أكيد لهم كل التقدير والاحترام. شكرا لك للأستاذة أمل الحساني، مسؤول الإعلام والنشر بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، قامت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حفلا لإطلاق كتاب السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي.
ويتضمن الكتاب رؤية وسياسة دولة الإمارات في بناء الدولة واستراتيجيتها. وعلى هامش الاحتفال أقيمت ندوة بعنوان التاريخ السياسي والاقتصادي والتعليمي للمرأة الإماراتية، قدمتها الدكتورة رفيعة عبيد غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي. نتابع معكم هذا التقرير. اليوم كان عندنا إطلاق كتاب السياسات العامة في دولة الإمارات. هذا طبعا الكتاب يتوج مجهود دولة الإمارات في مسألة التركيز على السياسات العامة وتطوير السياسات العامة. الكتاب يمشي في نفس التوجه، احنا بحاجة إلى توثيق هذه السياسات ونشر هذه السياسات. اليوم عندنا ممارسات إيجابية بشكل كبير في سياسات الدولة وتوجهاتها، الكثير يطالب أن هاي السياسات يتم توثيقها والاستفادة منها في شرائح المجتمع، في سواء كان في الجامعات أو على مستوى الدولة وخارج الدولة أيضا. اليوم هذا الكتاب يأتي في هذا الإطار، يوثق كثير من السياسات الموجودة في دولة الإمارات، وإن شاء الله بتكون لها قيمة وله مردود على المستوى المجتمعي. طبعا الكتاب يتكون من مجموعة من السياسات المثالية أو السياسات الإيجابية في دولة الإمارات، كلها تأخذ قطاعات كثيرة، منها دراسة عن مصدر، منها دراسة عن الطاقة الشمسية المستخدمة في دبي، منها دراسة عن السياسات الصحية الموجودة في دبي، منها دراسة تتعلق بالتحول الذكي أو المدن الذكية في دبي. هذه كلها أمور إيجابية وسياسات إيجابية تمت في الدولة، توثيقها بالشكل هذا وطرحها للتعليم أعتقد بيكون إيجابي إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا. مشاهدينا الكرام، دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطا كبيرا في مجال دعم رواد ورائدات الأعمال عبر تأسيس صندوق الشيخ خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمشاريع وغيرها من المبادرات الأخرى التي أسهمت في دعم وتشجيع ومساندة رواد ورائدات الأعمال بالدولة، سواء بالاستشارات أو التوجيهات والتمويل اللازم للمشاريع في التنفيذ، والتي طبعا حققت النمو والريادة. اليوم بنتعرف على إحدى هذه المبادرات، وهي مبادرة رفوف التي ينظمها مجلس سيدات أعمال عجمان، مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة حنان صالح الدولة عضو مجلس سيدات أعمال عجمان. حياك الله معنا. الله يحييك. الله يحفظك. سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا أستاذة حنان. يعني بنتعرف أكيد معك عن كثب على مجلس سيدات أعمال عجمان والخدمات التي يقدمها لرائدات وسيدات الأعمال المنتسبات. عندنا احنا انا وياكم ما حنان صالح الدوله عضو مجلس سيدات اعمال عجمان، وحاصل على اول بطاقه شرفيه تصدر في عجمان ما شاء الله. عندنا معارض وفعاليات دائما نقدمها للتجار، للأسر المنتجه والمبتدئه. نعم. فقدمت هالموسم مجلس سيدات اعمال عجمان قدموا رفوف. رفوف شو هو؟ هي عن منتوجات اللي عندهم رخص تجارية من المجلس. نعم. مقدمينها نعرض منتجاتهم في أرفف داخل المجلس. نعم. فكان المشروع وايد حلو، في إقبالية كبيرة عليه، ومننا نساعد الأسر المنتجة في إبراز منتجاتهم الحلوة هذه. إحنا هاي النبة ننميها ونطلعها ونحقق أهدافهم، هذا هو اللي. نعم. إحنا نفضل. نعم. الأحسن إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا رفوف هو اسم المبادرة اللي أطلقها المجلس ضمن المبادرات التي تقام من أجل دعم الأسر المنتجة. يعني حدثينا أكثر عن هذه المبادرة و
سبب طبعا إقامتها واختياركم لهذا الاسم أيضا والشعار؟ رفوف نحن حطيناه كشكل رفوف حطينا في المنتجات اللي عندهم كلهم ترخيص من مجلس سيدات أعمال عجمان. نعم. كلهم أسر منتجة مبتدئة ومتوسطة حاطين منتجاتها من بين للناس إن شو المنتج الرائع اللي يقدمونه أمهاتنا ويقدمونه النساء هذيلا. نعم. سيدات الأعمال اللي نحن نبرزها. فمن هذه النقطة نحن ياسين نساهم في إبراز مواهب بنات البلاد حريم. نعم. البلاد. فهاتي فكروا في هالفكرة في مجلس سيدات أعمال وما شاء الله كانت الفكرة جدا ناجحة وما شاء الله كان الإقبال جدا كبير عليها. وبعد إنه حلو إنه هو في المجلس. نعم. في غرفة صناعة تجارة عجمان موجودة داخل. بنعرف أكيد الإقبال من قبل الأسر المنتجة والجمهور في نفس الوقت كيف كان؟ الجمهور الزوار اللي يجون من احنا مطلعين منا بيكون عندنا ضيوف يدخلون يعني المكان عندنا وغير شيء. احنا غير المجلس احنا مسوين بعد فعاليات في وزارة التنمية الاقتصادية. نعم. عندنا الحين معرض موجود لنا الحين المعرض بيخلص ان شاء الله باكر للأسر المنتجة وعندنا وايد فعاليات مع الهلال الأحمر بعد مقدمين معارض وفعاليات مسوي لهم. فوايد عندنا الحمد لله يعني على يعني متسلسلة ما شاء الله الفعاليات مستمرة ما شاء الله بإذن الله تعالى. طيب الله. هناك فعالية روح الاتحاد سوف تقام إن شاء الله في 14 نوفمبر بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية في عجمان. خبرين عن هذه الفعالية. بتكون إن شاء الله هاي أكثر من 35 أسرة منتجة إن شاء الله. نعم. مسوي لهم على مكان مفتوح في الفستيفال لاند عجمان ما شاء الله. بيكون أستاذ مبارك جزاه الله خير أعطانا المكان وهو من الأشخاص المتعاونين جدا ويانا. فأول ما يحس إن في مبادرة أسر منتجة فوايد استقطب يقول حياكم الله وسووا عندنا. جميل جميل. فيعني عندنا ناس داعمين لنا في هالشيء الحمد لله رب. يعني كل المؤسسات الحكومية في المدارس بعد في المؤسسات الحكومية في كل مكان يشجعون الأسر المنتجة يقولون يجيبون هالأسر المنتجة خلهم يعرضون منتجاتهم هاي الحلوة اللي نحن يشتغلون فيها بحب بتعاون تحس من خاطرهم يطلع. صحيح. الناتج الجميل. صحيح. هذا نحن نبى نطلعه نبى مثل شيوخنا الله يحفظهم هم دعمونا. نعم. ونحن ياسين نبادر ندعم الناس هاي نطلعهم نطلع المواهب ما شاء الله الحين وصلنا لل صاروخ الطلاق والجواز وكله يعني ما شاء الله نحن من الأوائل إن شاء الله ما نرضى غير بمسألة إن شاء الله حريمنا وأمهاتنا راح يكونون بعد المركز الأول دائما المركز الأول دائما أبدا إن شاء الله بيكونون. شو خططكم المستقبلية بإذن الله لدعم الأسر المنتجة وأيضا المشاريع الأخرى؟ لا إن شاء الله بيكون لدعمهم إن شاء الله وايد أشياء بنسوي معارض وفعاليات لهم وبنطلع هاي الأشياء المواهب اللي عندهم إن شاء الله. عندنا فعالية جديدة إن شاء الله في المجلس بيفتتحون محلات داخل المجلس نعرض المنتوجات المنزلية اللي عندهم منتوجات جدا راقية. نعم. إن شاء الله بنعرضها في المجلس نفسه في المبنى الجديد إن شاء الله بإذن الله تعالى. بتخبركم إن شاء الله بيجي لقاء مع الدكتور إن شاء الله بتخبركم أكثر عن المجلس المديرة بتي وهي بتخبركم أكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء. كلمة أخيرة حابة توجهينا للمشاهدين وأيضا للأسر المنتجة للبنات أو يعني السيدات اللي توهن باديات في مشروعهن الخاص؟ بالعكس أنا وايد أنصحهم وبقوة صراحة أي وحدة عندها مشروع حابة تبدأ ومش عارفة من وين تبدأ ولا من وين ان هي تقدم هذا الشيء واحنا بيدنا احنا نقول لها تعالي عندنا نعطيها بطاقة العضوية نشوف من المنتج نحفزها بدورات عندنا دورات تأهيلية للتجار يعني كأول بدارة مشروع نحن نسوي لهم هذا كله. نعم. نعطيهم الدافع وما يعني لا تقول انا ما عندي راس مال ولا انا مو بعارفة افتح مشروع وكيف نحن هذا كله نعلمهم اياه. نعم. يعني هم عندهم يجونا ان شاء الله ونحن ما بنقصر فيهم واي شيء شو محتاجين او معرض او استفسار يتواصلون ويانا ونحن حاضرين في اي شيء ان شاء الله. جزاكم الله خير ما تقصرون اكيد الاستاذه حنان صالح الدولة عضو من السيدات اعمال عجمان. شكرا جزيلا. الله يسلمك حياك يعطيك العافيه ما قصرتوا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم والى طبعا موضوعنا الاخر من عاشور الى اشبيليه هو اول عرض عربي على الإطلاق يقام على مسرح ليثيو بإسبانيا بالتعاون مع مهرجان أبوظبي وغراند تياتر ديل ليثيو. شارك في هذا الحفل الضخم أكثر من 20
طبعا 20 موسيقيا من أوركسترا بيت العود العربي من أبو ظبي والقاهرة بقيادة أستاذ العود العربي نصير شمة. حمل هذا الحفل رسالة هامة هو التأكيد على أنه رغم كل الاختلافات طبعا اختلافات الثقافية واختلافات اللغات والديانات إلا أن الموسيقى يمكنها التغلب على جميع هذه الاختلافات. نتابع معكم هذا التقرير. مهرجان أبو ظبي من تعزيز دور الموسيقى ونقل رسالة التسامح والمحبة التي تمدها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم من خلال تعاونه هنا مع مسرح لفات في برشلونة، إنما هو إيصال بهذه الرسالة الجميلة إلى المجتمع الإسباني ما يعزز من استخدام الثقافة واستخدام الموسيقى في نشر السلام وإيصال الرسالة الحقيقية لمجتمع الإمارات وحضارة الإمارات ودورها الفاعل على مستوى العالم، وهذا شيء معتبر وشيء مقدر من المجتمع الإسباني. اليوم قدمنا تجربة جديدة وحدث جديد في عالم الموسيقى اللي ننتمي لها، وكان هذا بالتعاون مع مهرجان أبو ظبي، وهذا التعاون العاشر اللي حققنا به أفكار كبيرة جدا. اليوم قدمنا فيها تجربة الأعواد اللي هي 5 آلات جديدة قدمناها لأول مرة، آلات جديدة بالقوس طالعة من رحم العود، وقدمنا كل عائلة العود من البزوكي للجيتار للمندولين للساز لكل الآلات، والآلات 5 الجديدة اللي اقترحتها على الموسيقى. الجمهور كان عظيم، كان جمهور كبير جدا ومهم في الجراند ثياتر، هذا المكان الساحر في برشلونة، واحنا كنا سعداء بأنه الموسيقى وصلت إلى الناس ولمست قلوبهم وأرواحهم. وهذا العرض الأول اللي نقدمه هنا، هذا إنتاج جديد، ويمكن لولا هذا التعاون المثمر من 98 إلى اليوم مع مهرجان أبو ظبي كان من الصعب تحقيق هكذا أفكار. وبعد هذا الشهر القادم راح نتحول بهذا العرض إلى المملكة العربية السعودية لنقدم 3 ليالي في مركز الملك هناك، وهذا راح يكون حدث آخر دخولنا إلى السعودية مع كل هذا الفريق الرائع من كل أنحاء الوطن العربي والعالم. اليوم حفل من أشور إلى إشبيلية يؤكد على وعد الثقافة باستمرار فعلي للحضارة العربية. جمهور غفير من كل أنحاء العالم التقى معنا اليوم في أوبرا لوثيو، التقى ليستمع لحكاية تاريخنا وحضارتنا وتراثنا، التقى ليحتفل معنا بالمشهد الثقافي الواعي للدول العربية. مشاهدينا الكرام، إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات إمارة الفجيرة، حيث أنها ستكون أول مدينة عربية تستضيف كأس العالم للناشئين بالزوارق السريعة في الفترة من 14 حتى 17 من نوفمبر الحالي، وذلك في المنطقة البحرية المجاورة لكورنيش الفجيرة. ولمعرفة التفاصيل حول هذه البطولة اسمحوا لنا بأن نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الأستاذة سهام حاتمي مدرب ومسؤول أكاديمية الناشئين في نادي الفجيرة للرياضات البحرية، ونرحب أيضا بجودي محمد مشاركة في بطولة الزوارق للناشئين. حياكم الله معنا، سعيدين جدا بوجودكم اليوم، الله يحفظكم. نبدأ معك أستاذة سهام، يعني حدثينا عن بطولة الزوارق للناشئين التي نظمها نادي الفجيرة للرياضات البحرية. شكرا على الدعوة. أول شيء العفو، احنا بنقدم بطولة العالم اول مرة بالشرق الأوسط
نعم. يعني بلد عربي ينظم البطولة، وإحنا ضمن المشاركين إن شاء الله بهالبطولة اللي راح تكون 14-17 إن شاء الله بشهر هذا الشهر إن شاء الله بإذن الله تعالى. حدثينا عن هذا التنظيم بشكل عام والجهات التي يعني المشاركة معكم في التنظيم في هذه البطولة. فإحنا بنشارك في دول ثانية بتشارك معنا. نعم. يعني بما فيهم الإمارات هما 12 دولة. نعم. أجنبية من مختلف الدول، روسيا، ألمانيا، بلجيكا، يعني وايدين. فإحنا بعد بنشارك معهم فريق يتكون من 12 شخص، 12 منتسب للنادي، وإن شاء الله نحقق إنجازات بإذن الله تعالى. أكيد نروح لجودي. جودي أنت مشاركة ما شاء الله، يعني ونبغى نعرف يعني شعورك وحماسك لهذه المشاركة. كثير متحمسة أول شيء لأنه يعني مسابقة عالمية على مستوى عالمي ودول كثير ومسابقين كثير، وهي يعني هي أول مشاركة لي، هو النادي له سنتين تقريبا، فهي أول مشاركة لي. جميل. كيف كانت يعني كيف جاتك فكرة المشاركة بداية؟ أنا عندي أخين كانوا مشاركين من بداية النادي، يعني ياسين وكريم، كانوا حافز لي انه يعني انا سجل شوفهم كل يوم بيروحوا يعني مبسوطين، دائما بيرجعوا بيحكوا لي انه يعني تسلوا، وكانت انه الرياضه حلوه يعني والمدربين رائعين ما شاء الله والجو انه جميل، ف يعني حبيت اجرب وادخل بالضبط. نعم. فحبيت اروح يعني اجرب بنفسي. وتحسين ان شاء الله راح تدخلين وعيونك على الفوز باذن الله تعالى. ان شاء الله نتمنى لك اكيد كل التوفيق. كابتن سهام، يعني تحدثتي عن الدول المشاركة بشكل عام في هذه البطولة، بشكل عام يعني ما هي الدول المعروفة في حصودها وحصولها على المراكز الأولى في مثل هذه البطولات؟ احنا بهالبطولة عندنا أكبر منافس روسيا. نعم. لأنه هم أصحاب الفكرة الزوارق سريعة وهم. نعم. اللي بينظموا البطولات، فعندنا المنافسين بلدين، أنا بشوف روسيا وبلجيكا بعد عندهم فرق قوية يعني. نعم. فإن شاء الله نكون إحنا أقوى مع أنه راح تكون أول مشاركة لهم في السباق. بالنسبة لفريق الإمارات يعني من يتكون المشاركين؟ هل لهم خبرات قبل؟ هل شاركوا في بطولات عالمية من قبل أو محلية؟ شارك معنا شخص واحد الحين اللي بالفريق، هم 12 شخص. نعم. من فئات مختلفة. نعم. فشخص واحد اللي معنا بالفريق شارك بطولة العالم السنة اللي فاتت ما شاء الله عليه، وحقق كانت أول تجربة له يعني. نعم. سباق عالمي بهالقوة، فحقق المرتبة السادسة ما شاء الله، فكان يعني إنجاز للنادي كأول سباق، أول مشاركة يعني ويجي السادس، كان إنجاز حلو. أكيد نحن بنكمل معكم حوارنا، لكن أكيد بنطلع مع المشاهدين نشوف هذا التقرير عن المؤتمر الصحفي أتوقع عن طبعا هذه البطولة. مشاهدين نشوف معكم هذا التقرير. مؤتمر اليوم كان الحمد لله ناجح بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، أعطى لنا يعني دعم بحضور لهذا المؤتمر، دعم جيد وكبير، وإحنا دائما نعتز بدعم القيادة ودعم شيوخنا. البطولة هذه تنظم لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والفجيرة، وإحنا أول فريق عربي نشارك في هذه البطولة اللي هي بطولة العالم للزوارق السريعة للناشئين. الناشئين يعني معنا العمر من 6 سنوات لغاية 18 سنة. بطولة طبعا إحنا في بطولات أخرى اللي هي للناشئين اللي هي الشراء والتجديد، إحنا هاي تخص الزوارق السريعة. البطولة هذه مشاركة فيها 12 دولة من جميع أنحاء العالم، وفريق من الفجيرة اللي مكون من 12 طفل وطفلة أو شاب وطفل. البطولة فيها 5 فئات، فئة الدولفين والفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ست فئات. الست فئات هذه تشارك بكل شخص بقاربه أو القارب اللي شارك فيه، هي غير عن البطولات الأخرى اللي الناس مفتكرة يعني ينطلقون كلهم في سباق واحد ويتنافسون. لا، منافسة تعتبر انطلاقة شخص فردية لكل شخص، وتحسب له الزمن وتحسب له مدى مهارته وإلمامه، متى كم المدة اللي خلص فيها الزمن الكورس أو زمن المسار. السباق هذه عبارة عن مسار تقريبا 3 ميل بحري
ينطلقون من نقطة الصفر للثلاثة ويرجعون في زمن. أنا الحمد لله عملنا في زمن جيد جدا، زمن دائما بين دقيقة وعشرين 25-30 ثانية، احنا الحمد لله جبناه في زمن أقل. وفريقنا اللي هو فريق الفجيرة للزوارق السريعة بديناها من الناشئين، لأن لما يكبرون إن شاء الله تعالى يكون معاهم الخبرة وعندهم التكتيك وعارفين كيف يتعاملوا مع الزوارق. ولا الحمد لله احنا مجهزينهم تجهيز كامل من خلال أكاديمية تدريب الناشئين بالفجيرة اللي هو الأول من نوعه على مستوى الدول العربية. احنا طبعا متفائلين جدا، خير كل فيهم ولا نرضى إلا برقم واحد، وإن شاء الله هم يكونوا الرقم واحد. وأنا بشارك في هالبطولة لأول مرة وأنا متحمس. أنا سجلت في النادي من سنة، والتوقيت الحلو اللي خلاني يختاروني للمسابقة. هذه المسابقة بتشجع وهيك بتسلي، وفي تشجيع من كل حدك من وراك. طبعا شفنا معاكم ومع المشاهدين هذا طبعا التقرير عن المؤتمر الصحفي للبطولة، وما شاء الله نشوف الأطفال متحمسين لهذه البطولة. بعود لك الحين يعني جودي عن مشاركتك أنت، وأيضا ما أنك ما شاء الله تمثلين الناشئين بشكل عام، ربما بطولة مثل هذه وخاصة فيها سرعة ويمكن فيها شيء من الخطورة، البنات بشكل عام يبتعدن عن هذه الرياضات. أنت ما شاء الله دخلتي هذه الرياضة والحين داشة على بطولة، موضوع الرهبة هل هو موجود وتغلبتي عليه، ولا يعني هو من الأساس تحبين التحدي وبالعكس هالشيء عادي عندك؟ هو بصراحة موضوع بيخوف كثير، خصوصا أنه نعم. يعني بحر وسرعة. نعم. نحن أول شيء طبعاً عنا السيفتي أهم شيء، فعنا كل الأدوات والإكويبمنتس اللي نحتاجينها للسيفتي اللي هي الهلمت، الخوذة، اللايف جاكيت، الكيل كورت اللي هو السلك تبع الأمان، يعني بحالة أي دينجر بأي خطر ممكن ينسحب الكيل كورت ويوقف البوت، فيعني نحن سيف 100%. نعم. وأول شيء جد كنت يعني خاف منه، بس مع الوقت يعني بالتدريب والمدربين والمتدربين يعني ساعدوني كثير اني اتخطى هالخوف والحمد لله. الحاله يعني النفسيه مهمه جدا، كيف ان الواحد يتهيئ نفسيا لمثل هذه البطوله، وايضا تشجيع الناس اللي حولك بالذات. دور الاهل في مثل هذه المواقف، خبرينا عن تشجيعهم لك. والله صراحه تشجيع كبير. نعم. معنويا خصوصا يعني دائما بيشجعوني بيدعموني، يعني دخولي بمشاركتي بهالنادي كان اكبر سبب دعم الاهل. ايوه دعم الاهل. نعم. كانوا دائما يقولوا لي انه مثلا شوفي اخواتك يروحوا مبسوطين، بتتغير نفسيتهم، بيطلعوا طاقاتهم، فانا نعم. ليش انت ما تروحي؟ فردت عليهم. نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. كابتن سهام، يعني انت دورك دور مهم جدا في تهيئه المتسابق قبل لا يدخل مثل هذه البطوله. ما هي يعني اكثر الاخطاء التي يقع فيها المتسابق حينما يكون في مثل هذه المواقف؟ هي رياضة كصفة يعني زوارق سريعة كرياضة شوي صعبة لأنه نعم. فيها سرعة، فأنا ما يكون عندي خوف على الكبار قد ما يكون عندي خوف على الصغار، لأنه نعم. عندنا الفئة الدلفين يشاركوا فيها 6 سنوات، فإحنا كمدربين بنركز على هالفئة. نعم. فبنكون معاهم، هي المفروض يطلع البايلوت يعني معه كوبايلوت يكون واحد من المنتسبين من نعم. أصدقائه اللي بيتدربوا معاه. نعم. فإحنا بالأول بنطلع إحنا معاهم ونعلمهم يعني في حالات الخطر التصرف اللي لازم يتصرفوه. نعم. والحمد لله يعني ولا مرة صار معنا حادث بالنادي ولا مع الأولاد. طبعا نحن نشوف ما شاء الله جودي في متسابقين بهذا العمر، في أطفال شفت ما شاء الله من خلال التقرير والمؤتمر الصحفي كانوا حاضرين أطفال صغار. شو الفئات أو ما هي الفئات العمرية المشاركة في مثل هذه البطولة؟ الفئات هما 6 فئات، ففي الدلفين اللي هما الصغار 6-7 سنوات. من 7 سنوات؟ 6-7 سنوات. 6-7 سنوات. وفي الكلاس 1 و 2 و 3 و 4 و 5. نعم، هذه تراوح أعمارهم. فهذول أعمارهم بين 8 سنوات لين 17 سنة. ما شاء الله.
ما شاء الله. أكيد يعني شيء جميل إن اليوم نحن في الفجيرة نشوف مثل هذه الأكاديميات وهذه يعني المؤسسات الرياضية تحتضن الناشئة من هذا العمر، إنجاز كبير فعلا. جودي، يعني وجودك في هذه المسابقة وطموحك الموجود بإذن الله ستصلين إليه، ما هي الطموحات الأخرى والمستقبلية؟ المركز الأول إن شاء الله، و يعني لو كملت بهالرياضة إن شاء الله بصير نفس مستهام ترينر. هي رياضة كتير يعني حلوة، ويعني بنصح الكل ما يجربوها. يعني أنا أول شيء كنت ما يعني كنت مترددة، بس لما جربت عن جد حبيتها، وإن شاء الله المركز الأول ونرفع اسم الدولة بإذن الله تعالى. كابتن، يعني وجود، أنا برجع أتكلم عن النادي بصراحة لأنه إنجاز كبير فعلا، يحتضن طاقات ناشئة بهذا العمر. دعم النادي ودعم القيادة الرشيدة بشكل عام للناشئة خاصة في هذه الرياضة، كيف سيساهم في تطور يعني هذه الرياضة بشكل عام في الإمارات؟ أكبر داعم يعني لنا بالنادي سمو الشيخ أحمد بن حمد الشرقي. محمد بن حمد الشرقي، نعم. فهو اللي حفزنا يعني على هذا، وأكبر واحد يساندنا مثلاً بالسنة اللي فاتت كان هو الداعم. نعم. لنا وللفريق، ولا زال. ورحنا طبعاً. نعم. ورحنا على البطولة وشاركنا، وكانوا الأولاد يعني يقولون نحن لازم نرفع اسم الدولة، فتشوفهم متحمسين عشان يحققوا نتيجة حلوة. نعم. يسعدوا بها. نعم. أكيد. سمو الشيخ، أكيد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الله يحفظه، دائما داعم للرياضة بشكل عام وكل الرياضات الموجودة في يعني إمارة الفجيرة، ما شاء الله هو مشرف عليها بشكل مباشر، والفجيرة ولادة طبعا الرياضيين. جودي، خبريني عن يعني شعورك وانت بين زملائك كمشاركه في مثل هذه البطوله، شو يسالون، شو يقولون؟ ما عندك مثلا صديقات حبات يدشن هذا المجال ايضا؟ اليوم بعد المؤتمر رجعت على المدرسه، فالكل طبعا كان ايجابي والكل بيدعمني سواء المعلمات او الطالبات. نعم. لما حكيت لهم على الرياضه صاروا يعني صار عندهم فضول يعرفوا اكثر عنا، وطبعا حكيت لهم عنا زياده، وان شاء الله يعني لو سبب المشاركه مفتوح ان شاء الله يشاركوا معي. يعني في حد ممكن ان شاء الله يدخل ايضا النادي من وراك ان شاء الله باذن الله تعالى. اكيد كل ما كبر الفريق كل ما ان شاء الله يعني طلعت مواهب اكثر. كابتن، نصيحه تقدمينها للمتسابقين دائما قبل لا يدخلون خلينا نقول السباق، توجهين لهم عده نصائح يلتزمون فيها، ما هي هذه النصائح؟ فانا اول شيء بركز عليه يعني معهم وهم بالسباق، لأن نديهم حالة ارتباك. صحيح. فأنا أحاول أشجعهم يعني وأشيل منهم هالخوف. نعم. اللي يحسوا قبل السباق، وإن شاء الله هم بشكل عام ما شاء الله جاهزين بإذن الله. شيء أدمى بس الارتباك هو أكثر شيء اللي يخلوهم يعني شوي أوكي. الله يوفقكم يا رب. حابة تضيفين شيء جودي قبل لا نختم؟ كلمة أخيرة حابة تضيفينها؟ لازم الكل يجرب هالرياضة وما يحكموا عليها قبل ما يجربوها. نعم صحيح. يلا نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لكم على الحضور اليوم، تشرفنا فيكم. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله تتوفقين ونبقى المركز الأول بإذن الله تعالى. الله يحفظك. شكرا طبعا الكابتن سهام حاتم، مدرب ومسؤول في أكاديمية الناشئين في نادي الفجيرة للرياضات البحرية، وأيضا جودي محمد مشاركة في بطولة الزوارق للناشئين. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، مع هذا اللقاء وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا علي بوبر، وتقبلوا تحيات فريق البرنامج. نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد في أمان الله ورعايته. شكرا.